شو هالحالة هي؟ قدامي هلأ أربع غيران، وهلأ بيقولوا إنه الغريري ما عنده هرمون الخوف. هو بيمشي لقدام بس ما بيرجع لورا، بيوقف بيوش الأسد وبيلوح بإيديه للنمر. طوله شبرين بس وكنت أربو عليه، لا تضحك. بس كمان في شي ما بيعرفه، إذا ضرب حدا رح يجرحه بس، بس لا سمح الله إذا الأسد ضرب حدا بيزده بالتربة. إيه، هلأ منجي لموضوعنا الأساسي. هاتوا لأشوف إذا كنتوا رح تعرفوها. هاي لائحتنا التأديبية يلي مثل الأسد. هلأ المدرسة الخاصة ما بتعني قواعد خاصة لحدا. بالفترة الأخيرة الكل مستهتر والكل مرتاح، ما في حدا عنده انضباط. وهلأ جلوات مشان ذكركن، من هلأ يلي بيخالف الأنظمة والقوانين بالمدرسة ما رح نسامحه، مفهوم؟ تعال لشوف شو عم تعمل يا صغير، لساتك راكد ورا البنات؟ شو عم تعملوا هون انت وياه؟ عم تطبقوا بنات؟ ها؟ استنوني شوي غامزية، رح اخذ الكرسي. هي ليش بتضل قاعدة لحالة؟ يمكن لأنه شعرها مجعل. سنان اسمع هي هلا. شو هاي؟ غنية ما؟ لا، تمثال. شبكون انت وياه؟ مثل اللي قاعدين بعزا، فردوها شوي. عم نسحب الحكي من تمكن سحب، شو القصة؟ شكولا شوف. شو بدك فينا؟ خلص تركنا اليوم. عن جد مزاجنا اليوم ابدا ما نو رايق. هداك الموضوع نفسه؟ لا، موضوعي غير، بس مالي عارفان كيف بدي اقول لك. ماشي احكي لي، خلينا نشوف، عم اسمعك. كيف بدي اقول لك؟ أمها لإيجي رح تتزوج، بس البنت ما بتعرف بالموضوع. مزبوط اللي سمعته؟ سنان؟ سنان هالحكي مزبوط؟ مزبوط. إيجي راجع لكم. إيجي 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 إيه ست ملكي، خلي هالشغلة ببالي، أنا عم دور على بيت. خير إن شاء الله، ما يكون في شي مشكلة. لا لا، مرتي سابقة رح تتزوج وبتعرفي عندها مصاريف، وبدي فضي البيت. في بيت بآخر توزلا بس بعيد عن المدرسة. أنا عم أدور على بيت نظيف يكون قريب من المدرسة. إذا لقيت هيك بيت بقدر أدفع الإجرة ست شهور أو سنة لقدام، حتى بيكفي يكون نظيف. تمام، ماشي، رح خلي الموضوع ببالي. إجاني زباين على المحل فلازم سكر هلأ. بشوفك بخير. ابني أنت مجنونك، يلا أعطيني الطابق. لك ابني أنتو شو عم تعملوا؟ شو عم تعملوا هون؟ لك أنتو شو عم تعملوا؟ شايفين هون صالة رياضية؟ مفكرين درس رياضة؟ إذا بتعيدوها رح أبعدكن على الانضباط فوراً. ظبط لي جرافتك. يا حقي تعال خدك، أعطيني الطابة، أنا عندي تدريب. لك أعطيني الطابة. وينك يا إيجي؟ الأفراح واحدة ورا واحدة. بابا عم يكذب علي،
كلياتن عم يكذبوا علي كلياتن. بس خلص اتفاقنا انتهى هلا. امسك ايدي امسك ايدي، خلينا نطلع قدامه، خليه يشوف اختياري الوحيد. إجا في جملة كتير حلوة، الثقة مثل الروح، إذا تركت الجسد ما بترجع بنوب. بصراحة أنا كتير عم فكر بهذا الحكي، عم أطلع وراي وعم فكر، بس هالجملة لساتها هونيك. تعرفي وين؟ بيناتنا بالضبط. يمكن شي يوم نبدأ من جديد، بس مو هلأ. ماشي؟ فهميني. ماشي. بما أنه رح نبدأ من جديد، أنا رح أطوي الصفحة القديمة لك. العقابي اللي عملتوه كتير واضح، اتنيناتكم رح تتعاقبوا بالفصل 3 ايام، غير هيك اسمعوني. العقوبة المؤجلة اللي عملتكم كمان رح تتسجل بإدبارتكم. بس يا استاذ هو... خلي البس استاذ لحالك لبعدين، طلع لبرا هلا. طلع، لسه عم يهز بإيده. عم نستوعبكم وعم نضحك بوشكم، طلعتوا على ظهرنا. رح احكي باللغة اللي بتفهموها. رح أورجيكم الوش الثاني، ما رح تفهموا غير هيك. طلاب مدرسة أرسلان الخاصة، اسمعوني شو رح أقول. بالفترة الأخيرة لاحظنا إنه حوادث الانضباط زادت عن الحد. من هلأ ما عاد رح نتسامح مع هذا الشيء. من هاللحظة ما رح يكون في تأجيل أو تسامح مع أي مخالفة أو غلط، وهالشيء لحد ما نأسس جو مريح بالمدرسة، ويلي بيخالف أي قاعدة حتى لو بسيطة فوراً رح يتعاقب أكبر عقوبة بدون أي تردد. يلي بيخالفوا أنظمة المدرسة وبيخالفوا القوانين فيها وعم يصروا على هذا الشيء، يروحوا يدوروا لهم على مدرسة تانية، لأنه ما رح نسامحهم ورح ينطردوا. كيف؟ هاد بكفي لانطرد يا استاذ؟ كنت بتعرف انه امي رح تتزوج، مع انك بتعرف حطيت لي شرط وفرقتني عن سنان. ايش حبيبتي ممكن تسمعيني؟ مثل ما قلت لك هذا منشان مصلحتك. منشان مصلحتي؟ منشان مصلحتي؟ انتوا الاثنين ما بتهمكم مصلحتي اصلا. تمام، بس انا ابوكي، وبصفتي ابوكي انا بغار عليكي وبخاف عليكي، ما بدي شيء يزعلك، انا بدي احميكي. بس بعرف المكان اللي وقف فيه. بدي تفهمي انه مع سنان هاد ما رح تكوني. طيب ليش بابا ليش؟ روحي اطلعي عليه، طلعي عليه، طلعي عليه منيح وفتح عيونك. واضح هو شو؟ بيوزع ابتسامات للكل، لكل البنات. الشاب خاتم كتاب الحب كله، كل يوم بتلاقي مع وحدة شكل. هاد كان قبل، هيك نوع مو ممكن يتغير. بيفكروا انه نتغيروا بس ما بيتغيروا. كل عمري ما بحب هيك نوعيات. وامك كمان تركتني كرمال رجال مثل هاد. كل ما اطلعت على سنان بشوف هداك الزلمة، بشوف في تصرفاته بذكرني بهداك الزلمة. بس بابا انت قلت لي انه ما كان في تفاهم ابدا، وشغلات سخيفة كثير. شو اعمل؟ امك تركتني وراحت، بس الرجال شو عمل؟ ترك امك وراح بعد يومين بس.
ما قال هالمرة بشو ضحت وقديش خاطرت كرمالي. بنتي، هذا النوع من الرجال بس ببكوكي وبيزعلوكي، وما بدي لا تزعلي ولا يزعلوكي، بس انتو بتروحوا وبتوقعوا بحبالون. كمان اللي مو مثله بيزعلونا. انت كسرت لي قلبي، وانا هلأ بكل فرصة رح اكسر لك قلبك كمان. محبتك واعتباراتك ما عاد إلهم أهمية عندي، ما عادوا موجودين بالنسبة لإلي.